إذا تأملنا أيها الإخوة في الفضائل والآثار والثمار التي يجنيها المستغفر من استغفاره في دنياه وأخراه، نجد أن ثمار الاستغفار لا حد لها ولا عد على العبد في دنياه وأيضا في أخراه. اقرأ ثمار الاستغفار في الدنيا في وصية نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا أين هذا؟ في الدنيا. هذه ثمار للاستغفار. الفقير الذي لا ينجب، الذي يشكو من الهموم والآلام والأحزان، الذي يشكو ضعف قوته وضعف بنيته، يستغفر، يكثر من قول استغفر الله استغفر الله استغفر الله واتوب اليه، يكثر من هذه الكلمه يرددها في حياته. فان الاستغفار له بركه وله اثار وثمار على العبد في دنياه، وله ايضا ثمار عظيمه له في اخراه. يقول عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. فطوبى قيل هي الجنة، وقيل طوبى المراد بها الثواب العظيم، وقيل شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وجاء في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سر أن يلقى في صحيفته، أو من أراد أن يلقى في صحيفته ما يسره يوم القيامة فليكثر من الاستغفار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا العبد يحتاج إلى الاستغفار، إلى ملازمة الاستغفار، إلى مداومة الاستغفار في حياته كلها وأيامه جميعها من أول حياته إلى آخره. رأينا قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يرشد من دخل الإسلام إلى ماذا؟ إلى الاستغفار. وأيضا في الأحاديث التي مرت معنا ولو تتبعنا لوجدنا في هذا الباب شيئا كثيرا، فيه الإرشاد إلى الإكثار من الاستغفار في المجالس، في الصلاة، في الحج، في العبادات كلها يحتاج العبد إلى أن يكثر من الاستغفار. إلى ماذا؟ إلى آخر حياته. يستحب لك أيضا أن تختم حياتك كلها بالاستغفار كما كان من نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وكان ظهره على صدري. قالت رضي الله عنها: وسمعته يقول، يعني هو في تلك الحال في اللحظات الأخيرة من حياته، قالت: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. هذه من أواخر ما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. تقول عائشة: سمعتها منه، يعني في اللحظات الأخيرة، وصدره وظهره على صدرها، ومات بين سحرها ونحرها، وسمعته يتلفظ بهذه الكلمات في أواخر حياته وفي الدقائق الأخيرة من حياته، يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. فكما أنه عليه الصلاة والسلام كان يختم الطاعات والعبادات والمجالس التي كان يجلسها بالاستغفار ويلازم الاستغفار في أيامه كلها، ختم حياته الشريفة وأيامه المباركة ختمها كلها بماذا؟ بالاستغفار. ولهذا قال العلماء: يستحب للمسلم ماذا؟ يستحب للمسلم أن يختم حياته بالاستغفار. هنا قد يقول قائل: أنا ما أدري متى أموت، ما أدري متى أموت حتى أختم حياتي بالاستغفار. الجواب على ذلك: أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، ولازم الاستغفار في حياتك ومجالسك وفي أوقاتك. فإذا لازمت الاستغفار في حياتك ختم لك به، كما أنك إذا لازمت كلمة التوحيد
في حياتك ختم لك بها، وإذا أكثر العبد من شيء ختم له به، والتثبيت من الله والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولهذا والعياذ بالله من يدمنون سماع الأغاني، بعضهم يسمع وهو يلفظ أنفاسه ويردد بعض الأغاني، حتى إن بعض الآباء اشتكى يوما أن ابنه صار له حادث وكان في سيارة يستمع إلى الأغاني، يقول كنت ألقنه الشهادة ويردد الأغنية التي كان يسمعها في السيارة إلى أن مات. وابن القيم رحمة الله عليه يقول فمتنا على حب الإله وماتوا على تنتنا. إذا كان الإنسان حياته مشغولة باللهو وبالباطل وبالأغاني وباللغو وبالآخرة، فإن ما عاش عليه يختم له به، كما أن من عاش على التوحيد وعلى الاستغفار يختم له به.